خلينا بقى نروح للأخبار. سيدات سلة الأهلي بيتوج ببطولة منطقة القاهرة للنادي الأهلي. سيدات النادي الأهلي توج بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق هليوبلس بنتيجة 75-62 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة استاد القاهرة الدولي. وقدمت سيدات سلة الأهلي عرضا قويا أمام هليوبلس وتفوق في الفترة الأولى بنتيجة 26-22، ثم أنهى الفترة الثانية متأخرا بنتيجة 38-32 قبل أن يعود النادي الأهلي في الفترة الثالثة بنتيجة 48-47. ثم واصلت اللاعبات النادي الأهلي الأداء المميز لينجح الفريق في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 75-62 ويحصل على اللقب الثاني في هذا الموسم. وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني ولاعبات وسيدات سلة الأهلي كأس البطولة وميداليات المركز الأول. لو معانا شباب الحاجات ممكن تعرضوها. طب صوت وصورة. طيب إذا خلونا نروح نشوف لحظات التتويج لسيدات سلة الأهلي ببطولة منطقة القاهرة. النادي الأهلي إلى منصة التتويج. هلا مصطفى، هلا مصطفى، رضوى محمد، فريدة وائل، دينا عمرو الكابتن، ورانا نبيل، جانا الألفي، حبيبة بيكو، رنيم جداوي، جايدة خالد. هنقول لحضراتكم مرة تانية هلا مصطفى، رضوى محمد، فريدة وائل، دينا عمرو الكابتن، ورانا نبيل، جانا الألفي، حبيبة محمد الشهيرة بيبيكو رقم 40، جايدة خالد أول سنة درجة أولى، نرمين أيمن أول سنة درجة أولى، نادين سلعاوة رقم 7، رانيم جداوي رقم 15. تقلدنا الميداليات، نهى الشتا رقم 23، ميرال أشرف رقم 4، ندى نافع رقم 9، سلامات يا ندى، سوكا رقم 8، جيمي نارد رقم 31، كريم إسماعيل المدرب العام، الكابتن ماجد المسلمي المدير الإداري، الكابتن مشيرة الإدارية، كابتن أكرم السبكي، المخطط الأحمال كابتن علياء محمود المدرب العام، دكتورة مي القاضي، المعد النفسي دكتورة ياسمين الكيلاني طبيبة الفريق، وأخيرا دكتورة مروة الحسيني، أو عفوا ليس أخيرا، دكتورة مروة الحسيني طبيبة. أما الكابتن أكرم الشربجي المحلل الفني والتقني للفريق، وأخيرا الكوتش الغزال طارق خيري. والحصول ألف ألف مبروك، وإن شاء الله مسيرة إن شاء الله مليئة بالانتصارات خلال الفترة القادمة.